السلام عليكم. الصحفيون شهود الحقيقة ودافعوا ضريبة الحرب في اليمن. وقع مؤلم ينقله تقرير إحصائي لنقابة الصحفيين اليمنيين عنهم، يشير إلى رصد 100 حالة انتهاك خلال النصف الأول من العام الجاري، طالت صحفيين ومصورين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. وبحسب التقرير فقد توزعت الانتهاكات بين القتل والشروع بالقتل والاختطاف والاحتجاز والإخفاء والتعذيب والتهديد وغيرها من الانتهاكات. سجلت ميليشيا الحوثي وصالح النسبة الأعلى في الانتهاكات، حيث لا يزال 14 صحفيا يمنيا معتقلا لدى ميليشيا الحوثي، فغاب صوت الحقيقة وغابت معه. وبرغم التقرير إلا أن هناك من يرى أنه غير كاف كدور مناط بالنقابة تجاه قضايا الصحفيين المتعددة والشائكة، فالنقابة متهمة بالغياب عن القضايا الملحة كمساندة الصحفيين المشردين ومن فقدوا أعمالهم والمرضى منهم، وغائب دورها في دعم وحماية الصحفيين في مناطق النزاع. وبحكم أن النقابة نافذة للعالم عن اليمن، لكنها نافذة ظلت مغلقة عن البيانات والتقارير وإطلاع المجتمع الدولي عن حقيقة ما يحدث في اليمن، خصوصا فيما يتعلق بحماية الصحفيين وتبني قضايا أسرهم والتدريب على الحماية في مناطق النزاع وفنون التغطية تحت خط النار. تساؤلات كثيرة أمام جملة التحديات التي تقف أمام نقابة الصحفيين، خصوصا مع واقع الصحافة في اليمن بعهد الميليشيا المحفوف بالانتهاكات والمخاطر، بدءا من مصادرة حق في التعبير ونقل الحقيقة، ومن ثم مصادرة حرياتهم وانتهاء بمصادرة حياتهم. فما هو دور نقابة الصحفيين وواجباتها للتخفيف من وطأة معاناة الصحفيين اليمنيين في الداخل والخارج في زمن الميليشيا؟ سؤال سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة، فدعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. قاموا بإغلاق النقابة وقاموا بالتهجم علينا ومنعونا من التصوير. 100 حالة انتهاك للصحفيين خلال 6 أشهر، هذا ما كشف عنه تقرير صادر عن نقابة الصحفيين نهاية أغسطس المنصرم. أرقام النقابة على واقعيتها في نظر المراقبين لا تعكس سوى القليل من الانتهاكات التي تطال الصحفيين وجعلتهم منذ اندلاع الحرب في دائرة الاستهداف المباشر. هو إذن غيظ من فيض في ساحة تحرقها الحرب وتستبد بها الأنانيات المسكونة بحب السلطة حد الجنون. 6 حالات قتل وعشر حالات شروع بالقتل و24 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة وإخفاء و11 حالة تعذيب و13 تهديد وتحريض ضد الصحفيين، يضاف إليها 12 حالة اعتداء على صحفيين ومقار إعلامية وممتلكات خاصة، و13 حالة حجب لمواقع إلكترونية محلية وخارجية، و7 حالات إيقاف مستحقات وإيقاف عن العمل وفصل ومنع من الزيارة، وحالة مصادرة لمقتنيات صحفي وأعداد صحيفة، وحالة محاكمة. لم تشر النقابة لنحو 30 صحفيا فصلتهم الميليشيا من مؤسسة واحدة هي وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تخضع لسيطرة الميليشيا المتمردة. هذه صورة أخرى من معاناة الصحفيين التي ألقت بهم أحداث العنف إلى ساحة ضيقة من الخيارات السيئة، بعضهم يواجه الفقر والعوز وبعضهم يفتك به المرض ويقف عاجزا عن العلاج. يدفع الصحفيون في اليمن ثمنا غاليا لنقل الحقيقة وللذود عن حرية الكلمة، تضحيات تتحول إلى أمثلة على عمق المأساة التي تعصف باليمن في زمن الانقلاب على اليمنيين وخياراتهم الوطنية. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ نبيل أسيدي عضو مجلس النقابة من جنيف سويسرا، وسينضم معه أيضا آخرون. أستاذ نبيل، بداية حدثنا عن المعطيات التي استندت إليها النقابة في وضع وإعداد هذا التقرير. رحب بكم في هذه الحلقة الخاصة بنقابة الصحفيين. الكثير من المعطيات التي رصدتها النقابة في هذا التقرير، أبرزها الكثير من الاستهداف والحرب الشرسة ضد الصحفيين. مسألة استهداف الصحفيين بشكل مباشر، إلى الآن خلال النصف الأول تم قتل 6 صحفيين، وخلال الشهرين الماضيين تم قتل 2 صحفيين. أصبح الإجمالي إلى الآن منذ دخول الميليشيات إلى العاصمة صنعاء 18 صحفيا تم قتلهم، وبالتالي تعتبر اليمن ضمن أخطر الدول في العالم على حياة الصحفيين.
هناك 24 حالة اختطاف للصحفيين خلال هذه الفترة، فيما كانت في العام الماضي 96 حالة اختطاف، وبالتالي هذا الرقم مهول جدا. يعني لدينا الكثير من القضايا العالقة والمختصة بالانتهاكات المتتالية للصحفيين والصحافة. نحن نلاحظ أن هناك استهداف واضح ومنهج للصحفيين والصحافة في اليمن، الهدف منها هو القضاء على التعددية الإعلامية والسياسية، وقد تم القضاء على هذه التعددية الإعلامية بشكل مباشر. لم يعد هناك أي إعلام مغاير في كل مناطق الصراع، ما فيها صنعاء أو غيرها من المختلف المحافظات، لكن ميليشيات الحوثي وصالح أسرفت في هذا العمل وأجرمت في حق الصحفيين والصحافة، وأصبحت في المركز الأول في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين. نعم أستاذ نبيل، ولكن يعني هناك من يرى أن هذه التقارير لا تعكس الصورة الحقيقية المعبرة عن بؤس ومعاناة الصحفيين، ما رأيك؟ بالطبع هناك لقد حلت كارثة باليمن بشكل عام، فما بالك بالصحافة والصحفيين. نحن في اليمن لا يوجد هناك يعني صحافة انتهت تماما. لعلنا نتذكر عام 1878 وهو إصدار أول صحيفة في اليمن. ما حدث منذ هذا التاريخ ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يحدث أبدا خلال العام ونصف من هذه الحرب الشرسة ضد الإعلاميين وضد الصحافة. الجميع يتذكر حينما قال عبد الملك الحوثي أن الصحفيين والإعلاميين هم أكثر خطرا من المقاتلين في الميدان. هذه هي دعوة للقاتل واستباحة الدماء الصحفيين. ما يزال لدينا 14 صحفيا مختطفا، وما زال القمع بكل أدواته ممنهجا في كافة المناطق. هناك رعب حقيقي للصحفيين، لم يعد هناك آلية للدفاع عن الصحفيين أمام هذه الميليشيات. وعلينا أن نكون واقعيين، نحن نواجه ميليشيات لا تعترف بأي شيء، لم تعترف حتى بقرارات الأممية، فما بالك بحقوق الصحفيين وإنسانياتهم وأيضا حقهم في الحصول على المعلومة، بل إنها تستهدفهم استهدافا مباشرا. لقد استهدفت الصحفي المراسل قناة اليمن أحمد الشيباني أمام عدسة الكاميرا، واستهدفت الكثير يعني من الصحفيين. كل من يحمل كاميرا أمام القناصة هو مستهدف بطبيعة الحال، من عرف أنه يحمل القلم فهو مستهدف أيضا من قبل الميليشيا بالاعتقال وبالملاحقة. هل لمستم أستاذ نبيل أي تقدم في مسألة ملف المعتقلين والذين يتعرضون للانتهاكات وتعذيب، خاصة يعني أن لهم فترة طويلة منذ أن يعني تم اعتقالهم وبعضهم مخفي قسريا؟ للأسف الشديد النقابة الصحفيين بذلت الكثير من الجهود في على محيطها الإقليمي وحتى الدولي، وأيضا وجهت رسائل الكثير من الرسائل إلى مجلس الأمن، ووجهت رسائل أيضا إلى المبعوث الأمين العام للأمين الأمم المتحدة، وأيضا للأطراف المفاوضات في جنيف أو واحد واثنين، وأيضا في الكويت، ووضعت أسماءهم وطرحت يعني رؤيتها، ورفضت أن يطرح الصحفيين كأحدى أدوات الابتزاز السياسي الحاصلة في المفاوضات. لكن للأسف الشديد هناك تقاعس من قبل الحكومة الشرعية في طرحهم بقضية رئيسية، وهناك أيضا صلف وقسوة كبيرة في التعامل معهم من قبل الحوثيين والميليشيا الصالحة في طريق المفاوضات، وأيضا هناك تجاهل رسمي وعالمي من قبل الأمم المتحدة لهذه القضية الحساسة. يعني الأمين العام للأمم المتحدة قدم في تقريره أن هناك معتقلين صحفيين بسبب رأيهم، لكنه لم يحدد الجماعة التي قامت باختطافهم. نعم. وبالتالي نحن نعتبر هذا الأمر هو انتكاسة لمنظومة الأمم المتحدة الداعية لحرية الرأي والتعبير والقرارات الدولية الخاصة في حماية الصحفيين وحقوقهم. نعم، حول هذا الأمر أستاذ نبيل يعني ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيوف الكرام. أستاذ عبد العزيز، أنت في تعز خلال الفترة الماضية وربما أكثرنا اطلاعا على أوضاع الصحفيين في مناطق النزاع بالإضافة إلى المشردين منهم والمرضى والمختطفين، كيف يمكن أن تصف وضع الصحفيين في هذه الظروف خاصة بعد إغلاق الكثير من الصحف والمواقع؟
عموما انا لم اسمع صوتك جيدا، هناك ضعف في الاتصال، لكن اجمالا ما يتعلق بوضع الصحفيين بشكل عام، نحن امام مأساه حقيقيه. هناك يعني هناك وضع مأساوي بشكل كامل يواجهه الصحفيون سواء في معيشتهم او في اعمالهم. نحن نتحدث عن كارثه حقيقيه حلت بالصحفيين منذ ان اجتاحت الميليشيا العاصمه وبقيه المحافظات، واصبح الصحفيون هدف مباشر للميليشيات في صنعاء وبقيه المحافظات. ونتحدث تحديدا عن ميليشيات علي عبد الله صالح والرزين. الصحفيون كانوا عرضه لكثير من الجرائم ولا اقول الانتهاكات، واعتقد ان نقابه الصحفيين او لجنه الحريه من نقابه الصحفيين، لان نقابه الصحفيين انا اعتقد انها اصبحت جزء من ذكريات مره بالنسبه للصحفيين. لم يعد لدينا نقابه، النقابه لم تعد شيء اسم مفارغ، لا ليس له اي مضمون حقيقي على الارض. قياده النقابه ليسوا موجودين في البلاد مثل بقيه السياسيين وغيرهم المغتربين، لكن بنفس الوقت ايضا النقابه كان بالامكان ان تقوم بالكثير من الاعمال من خارج البلد ايضا. مثل ماذا استاذ عبد العزيز؟ يعني خاصه ونحن نعلم في شانها الخاص، واصبح كثير من قيادات هذه النقابه تحديدا، نتحدث عن القيادات التنفيذيه داخل النقابه التي استغلت النقابه لمصالح شخصيه ضيقه اثرت على حسابها النقابه، فقط باسم النقابه للوصول الى مواقع ومناصب كما هو حاصل الان. تصوري ان الصحفيين ربما لا يجدون يعني يكفيهم بمعيشه يوم واحد فقط، بين نقابه الصحفيين مثلا الان يعني تقاضى ربما بحدود 20,000 دولار فقط حق 5 أو 4 سفريات خارج البلد، وهو من عام نقابه الصحفيين كان ولا يزال يشرف على العمل النقابي حتى الان، وقد تم تسليم المهمه لشخص اخر بطريقه عجيبه، يعني شخص يقوم بالجمع بين مهمه الامين العام والمسؤول المالي، يعني وهذه الطريقه تم ترتيب لها بجولته من قبل شخصيات محسوبه على الصحفيين، وايضا من قبل القيادات النقابه المتواجده خارج البلاد. نعم، يعني انك ترى في النقابه انها لا تتعامل مع اعضائها بموجب اولويه الاحتياج، وخاصه فيما يتعلق بامور المساعدات والحمايه؟ النقابه نتكلم عن كيان افتراضي كان موجودا، وكان من المفترض ان يتحرك على مستويات كثيره. هناك صحفيون محاصرون، هناك صحفيون مشردون، هناك صحفيين تعرضوا لاختطافات وهم لا زالوا الان يعني قيد الاختطاف ولا احد يدري مصيرهم، وهؤلاء لديهم عوائل واسر لا احد يدري ماذا فعلت النقابه من اجلهم. على العكس تم استثمار بعثات هؤلاء الصحفيين، وتم الترتيب بما يسمى مؤتمر لدعم الصحفيين اليمنيين، وهناك اعلن عن صندوق لدعم الصحفيين، لا ندري ما هو مصير هذا الصندوق، وقد تم حقيقه بحسب ما سمعنا وحصلنا من معلومات لانه تم استخراج بعض المساعدات الماليه عبر الاتحاد الدولي للصحفيين لبعض الصحفيين، وللاسف ايضا المعلومات المتوفره لدينا انه تم الاستيلاء على جزء كبير من هذه المخصصات لمصلحه قياده النقابه. نحن لا ندري بالضبط ماذا تم، طالبناهم بالكشف عن هذه الاسماء التي حصلت على هذه الاعانات ونشرها ايضا، وتحديد ايضا المعايير التي على اساسها تم ايضا من هؤلاء الصحفيين الاعانات، يعني حسب بعض المعلومات الاعانات وجهت لاشخاص ليس لهم يعني لا يواجهون مشكله حقيقيه، يعني وجهت لاشخاص بينهم اعضاء في مجلس نقابه الصحفيين. هذه الاسف الشديد هذا الامر يتم الصحفيون يتفرغون، وكنا مرارا قد كتبنا ونوهنا الى ان امر كهذا يجب ان يكون بشكل شفاف ومعلن بين الصحفيين، ويجب على النقابه ان تكون ايضا واضحه في هذا الامر، لكن يبدو ان النقابه تحولت الى كيان شخصي يهم بعض الاشخاص، ويتم استخدامه فقط للحصول على ربما مكاسب شخصيه لبعض الاشخاص. وهذا نعم طيب استاذ عبد العزيز اسمح لي، هناك مشاريع كانت تتم بين الاتحاد الدولي للصحفيين ومن خلال شخص محدد اسمه منير الزعلور، هذا شخص على فكره يعني شخص يعني عليه الكثير من علامات الاستفهام، هذا الشخص يعني يقوم بالتنسيق الشخصي مع من عمل النقابه السابق اللي هو مروان دلمك اللي هو نائب وزير الان، وترقى يبدو لي الامكانيات يمتلكها ربما مميزه على فيه يصل الى نائب وزير الاعلام، ربما امكانيات ليس لها اي علاقه لا بالاعلام ولا بالصحافه ولا غيره، ولكن يبدو انها قدرات خاصه لها على الاقل من
يعني الشطاره والقدره على التسلق، وهذا ما يتم حتى الان وباسم الصحفيين للاسف. واحد صحفيين يتفرجون، كنا بعض الصحفيين ب لكن استاذ عبد العزيز اسمح لي يعني عند هذا من نعم. اجل مواجهه الاعداء التي يواجهونها في الميدان، يعني الناس اطلقوا بلا نعم. ولكن استاذ عبد العزيز في ظل الظروف الحاليه، اسمح لي استاذ عبد العزيز، هل تسمعني استاذ عبد العزيز؟ اسمح لي بالمقاطعه. النقابه لا تتحرك في وضع كهذا الذي نعيشه الان، فمتى تتحرك؟ هل تتحرك في الوضع الطبيعي؟ يعني نحن حقيقه امام مأساة حقيقيه. نعم استاذ عبد العزيز، عند هذه النقطه ان تكرمت على مجموعه من للاسف حتى نستفيد. استاذ عبد العزيز، استاذ عبد العزيز ان سمحت لي، يعني كثير من هؤلاء يرتبطون ولا زالوا مرتبطين بمنظومه صالح حتى اللحظه. أستاذ عبد العزيز، يعني حتى أستفيد من وجودك، أنت لا تسمعني ربما، يعني أود أن أسألك عند هذه النقطة بالذات التي تتحدث عنها في ظل غياب النقابة كما تفضلت، يعني هي مختطفة حاليا من قبل الميليشيا ومصادرة كثير من أدواتها، هل تعتقد أنها قادرة على العمل في ظل الوضع يعني الصعب في اليمن، خاصة بعد مصادرة أملاكها وبعد استيلاء الميليشيا عليها؟ والله للأسف لم أسمعك جيدا، الصوت ضعيف. نعم كنت أتحدث، سأرفع صوتي أكثر أستاذ عبد العزيز، يعني أتحدث معك حول نقطة أداء النقابة، هل تعتقد أنها قادرة على الأداء وعلى التفاعل مع الصحفيين في ظل غياب يعني احتجازها من قبل سلطة الميليشيا والسيطرة عليها خاصة في هذه الأوضاع؟ يعني اغلب اعضاء النقابه كما تفضلت ليسوا في البلاد. العمل النقابي لم يكن، يعني لمن اراد ان يعمل ليس بمقر ولا بمبنى. الامر مرتبط ايضا بقدره وايضا بمسؤوليه، ليس لدينا مسؤوليه ولا شعور بالمسؤوليه لدى قياده نقابه الصحفيين. ما هو موجود هي عباره عن تلك مخيفة لفساد صالح بكل بؤسه وقذارته. يعني عندما نتحدث عن الصحفيين تم استخدامهم بروح بشرية، هذه كانت تقوم بتنقل في القضايا لنقابة الصحفيين، وهذه لا تحتاج إلى مقالة لا إلى نقابة، تحتاج فقط إلى التواصل مع المنظمات المرادفة والشبيعة والكيانات الأخرى. الكيانات الصحفية حول العالم تحتاج إلى شغل حقيقي، تحتاج إلى اتصالات مع منظمات حقوقية عالمية، تحتاج إلى أعمال مختلفة. أيضا ما يتعلق بموضوع أوراق الصحفيين، نقابة الصحفيين تحتاج فقط إلى إيميل واحد فقط، ومن خلاله تستطيع أن تتحرك على كل المستويات. نحن نعرف أن هناك منظمات بالمئات داعمة ولديها القدرة وتستطيع، فهي مخصصة من أجل هذا الأمر لدعم الصحفيين ومواجهة مناطق مناطق الأزمات تحديدا ومناطق الحروب. لكن ليس لدينا أصلا النقابة، هي أصلا تشتغل فقط لمجرد يعني تحقيق مصالح شخصية. أنا في هذا الصدد أشيد فقط لجنة الحريات بالنقابة، لأنها في النهاية وصلت الفكرة أستاذ عبد العزيز، حتى رئيس اللجنة لم يعد يعمل، هي تعتمد على تركيا. شكرا، هو الزميل. شكرا لك أستاذ عبد العزيز المجيدي، وصلت فكرتك وسأنقلها كما استمعنا إليها لضيفي عبر سكايب. شكرا لك مرة أخرى، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، كثير من النقاط طرحها الأستاذ عبد العزيز، أتمنى أنك استمعت إلى أغلبها، سأوجزها سريعا. أن النقابة لم تعد إلا اسما، لستم موجودون على الأرض، القيادات التنفيذية بالذات، هناك تهم كثيرة وضعها بالفساد، خاصة فيما يتعلق في مسألة دعم نقابة الصحفيين الدوليين. هناك أيضا يعني تحولت المهمات إلى كما تفضل بأن لمجرد تحقيق مصالح شخصية، لا يوجد وضوح ولا شفافية في النقابة. كان يفترض أن تقدم أكثر كونها نقابة ومدعومة من منظمات كثيرة، ويفترض أن تتصل أو تتواصل مع هذه المنظمات حتى تستطيع تفعيل دورها فعليا. ما قولك؟ أولا أحب أن أقول أشياء مهمة ونقاط رئيسية. نقابة الصحفيين هي منظمة مجتمع مدني، وليست دولة وليست حكومة، وليس لديها الكثير من الإمكانيات، ولا بالعكس كان هناك 12 مليون ريال هي ميزانية النقابة
تم الاستيلاء عليها منذ أكثر من سنة وستة أشهر وليس لدينا أي ميزانية. مرتبات الصحفيين الموظفين العاملين في النقابة ليس لديهم أي مرتبات، وتم يعني التعامل بصفة يعني مرحلية خلال هذه الفترة. أعضاء مجلس النقابة ليس لديهم أي مستحقات مالية خلال هذه الفترة تماما، وهي كانت ضئيلة جدا في الفترات السابقة. الحديث عن الوضع المالي للنقابة فهو وضع سيء ومزري جدا. أما الحديث عن أن النقابة لديها الكثير من التواصلات، فهذا الحديث نحن نتواصل مع كثير من الجهات والمنظمات الدولية. نقابة الصحفيين استطاعت أن تسير مسيرة إلى في العاصمة الفرنسية وفي مدينة أنجير الفرنسية من قبل القيادات الصحفية في العالم أجمع، وهذه كانت دعما ومساندة للصحفيين والمعتقلين والمختطفين الزملاء. أيضا نفذت حملة أنقذوا الصحفيين اليمنيين والتي شارك فيها معظم القيادات الدولية. نقابة الصحفيين قدمت الكثير من الرسائل إلى مجلس الأمن، وقدمتها إلى رسائل إلى الدول الـ11 الخاصة في الدول العشر الخاصة في مفاوضات السلام، وأيضا إلى الكثير من المنظمة الدولية والخاصة بال حقوق والحريات والمهمات الصحفية. لم نجد وسيلة إلا واتخذناها. أيضا أنا أدعو كافة الزملاء الصحفيين الذين يعتقدون أن هناك آليات معينة للتواصل وأيضا لدعم النقابة، أن أقول لهم أن النقابة مفتوحة، إذا أرادوا شيئا فعليهم أن يساعدوا النقابة وأن يمدوا أيديهم للنقابة. نحن مستعدون لفتح مكاتبنا وفتح كل الإجراءات الخاصة بالتواصل وبهذه الشفافية. نحب أن نقول أن أعضاء المجلس النقابة هم معرضون للخطر، الكل يعرف ما تعرض له الأستاذ سعيد ثابت سعيد الوكيل الأول، وما تعرض له الأستاذ حمدي البكاري، وأيضا كافة قيادات النقابة. قيادات النقابة إما مشردون داخل الوطن أو خارجه. أيضا نحب أن نركز أن قيادات النقابة ضمن الانتخابات هي يعني هناك أعضاء من المؤتمر الشعبي العام ومن مختلف التيارات السياسية. أحب أن أقول أن النقابة هي الصوت الوحيد الباقي في هذا المعترك. تعرضت للكثير من الانتهاكات، وتعرضت أيضا لإفراغها ومحاولة شقها والكثير من الإجراءات الهادفة إلى تقليص صوت الحرية وصوت الرأي والتعبير. النقابة لم ترضخ لأي جهة كانت. لو لاحظتم التقرير الخاص بنقابة الصحفيين ذكر كل الجهات التي قامت بانتهاكات الصحفيين والاعتداء عليها، لم توالي أي جماعة ولم تقف مع أي طرف ضد الطرف الآخر، وهي وقفت مع الصحفيين ووقفت يعني أستاذ نبيل، أفهم من كلامك أنه لا يوجد تمويل حتى الآن من أي جهة لنقابة الصحفيين حتى تستطيع مساعدة بعض الصحفيين من يصابوا بمرض أو لنقلهم أو بعض الذين يعني شردوا خارج الوطن؟ نعم، لا يوجد أي مساعدة من أي قبل أي جهة دولية في هذا الصدد أبدا. ما تم إعلان عنه في وقت سابق عن صندوق دعم الصحفيين كان بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين، وقام بعمل حملة لجمع نعم لا بأس، انفصل. سنحاول معاودة الاتصال بك أستاذ نبيل، سقط السكايب. كان الأستاذ نبيل يتحدث عن مجموعة من النقاط ربما أبرزها أن النقابة هي منظمة مجتمع مدني وليست دولة، وليست قادرة على أن تخوض أو تقدم أكثر مما قدمت. هناك كان لديها ميزانية أو موازنة معينة 12 مليون ريال تم الاستيلاء عليها منذ دخول الميليشيا إلى العاصمة. هناك آليات للتواصل، ولكن مع هذه المنظمات الأخرى استطاعت في خلال الفترة السابقة أن تسير مسيرة وأن توصل رسائل إلى مجلس الأمن، وقامت بحملات مختلفة لمناهضة ما يحدث للصحفيين. نذهب لهذا الفاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونحن نخصص هذه الحلقة لأجل مساندة زملائنا الصحفيين الذين تعرضوا للاختطاف والاعتقال من قبل سلطة الميليشيا التي تمارس هذه السلطة لقمع الصحفيين ولقمع الكلمة من كثير من الاعتقالات وكثير من الأمور التي تحدث عنها تقرير نقابة الصحفيين. نعود للأستاذ نبيل السيدي عبر سكايب. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل.
أهلا وسهلا بكم. كنت أود استكمال تفضل. ما سبق، وهو الخاصة بالوضع المالي للنقابة أو بالدعم الخاص للنقابة الصحفيين من المنظمات الدولية. هذا الأمر ليس صحيحا. هناك اجتماع حصل في العاصمة الأردنية عمان أمام أكثر من 60 صحفيا، وكان بحضور قيادة الاتحاد العربي والدولي وعلى رأسهم جيب مملحة، وأوضح وشرح أن الدعوة التي أرسلت لكافة المنظمات الحقوقية يعني الإعلامية لم تفد شيئا، وأن هناك تقريبا 4000 يورو هي ما تم تسليمه للاتحاد، وتم صرفها لأسر الصحفيين المعتقلين وأيضا لعدد من الصحفيين الذين تم تعرضهم للإصابة. نحب أن نقول هناك شيئا مهما، يعني عندما نتحدث عن الصحفيين الذين فقدوا وظائفهم علينا أن نعرف أن هناك عدد من الآلاف. هناك ليس الصحفيين فقط 38 الذين فقدوا وظائفهم في أو وقفت رواتبهم في وكالة سبا، هناك في مؤسسة الثورة، وهناك أيضا في وكالة سبا وفي الإذاعة والتلفزيون وفي الفضائية اليمنية، لكن هناك أيضا الكارثة الأكبر، هناك العديد أو المئات من الصحفيين الذين فقدوا أعمالهم في وسائل الإعلام الخاصة والحزبية والأهلية، يعني إما كانت في الصحف المستقلة والأهلية أو في القنوات وعددها كبير طبعا، وهذا العدد كبير جدا. وبالتالي إذا كانت نحن ناشدنا حكومة الشرعية، وللأسف الشديد قدمنا الكثير من الأفكار في هذا الإطار، ولكننا لم نجد تجاوبا واضحا من خلال هذا الأمر. ايضا احب ان اقول ان الزملاء الصحفيين الذين خرجوا من اليمن تحت يعني ارهاب الميليشيات من اجل الحفاظ على رايهم وايضا قول صوتهم، ولا يزالون هناك في ارض المهجر يعانون الكثير من الاشياء. نعم، من بينها لاسراء هذه النقطه استاذ نبيل. نعم، ينضم معنا الاستاذ سعيد ثابت الوكيل الاول بنقابه الصحفيين عبر الهاتف من الدوحه. مساء الخير استاذ سعيد. نعم. أستاذ سعيد، يعني نحن نتحدث عن وضع الصحفيين هذه الفترة، هناك العشرات من الاختطافات والاعتقالات والملاحقة والتعذيب أيضا والاعتداء على عدد من الصحفيين حسب ما نشرت نقابة الصحفيين في تقريرها. أود أن أسألك، ما الذي قدمته النقابة للصحفيين المتضررين من الانقلاب وتابعاته غير إصدار التقارير؟ يعني كما تعلم البلد كلها صارت مخطوفة بيد الميليشيا، وهذا زمن تمشينا كل شيء فيها. النقابة ضحية من ضمن ضحايا هذا الوطن المنكوب بميليشيا الحوثي والنخلوع، لكنها كما تعلمين هي انعكاس لواقع الصحافة. النقابة هي إطار نقابي يضم كل الصحفيين، ما 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 يعتريهم يعتري هذه النقابه. هي حاولت ان تحافظ على وجودها رغم كل العمليات الارهابيه التي تعرض لها زملاء المنتسبين اليها. سعوا الى اثاره مضايقات كثيره للعاملين في داخل النقابه، لكن النقابه يعني لم تكن او لم تستطع ان تقدم كل ما ينبغي ان يكون ذلك. نتيجة هذه الظروف نحن لا نتحرك وفق منطقة الدولة، وإنما منطقة الغابة التي تسيطر عليها ميليشيا، فضلا عن أنها قدمت البيانات ورصدت الجرائم التي ترتكب وتنتهك. كان لها أدوار إلى حد ما خارجيا أتيح لها من خلال زملائنا المشردين الذين هم تغربوا رغما عنهم، أن يستثمر وجودهم في خارج البلاد لكشف حقائق ما يجري في البلد. من ضمن هذه المساعي التحرك الكبير الذي جرى في باريس من خلال المؤتمر اتحاد الصحفيين الدوليين، ومن خلال أيضا المؤتمر الذي جرى في اتحاد الصحفيين العرب، وكشف الجرائم التي حاول الحوثيون من خلال أدرعهم في بعض الأقطار العربية أن يقدموا صورة غير دقيقة لما يجري في داخل البلد، لكن النقابة كشفت هذا، استطاعت أن تحشد تأييدا دوليا لأول مرة من خلال تبني كل نقابات العالم وليس فقط الوطن العربي إلى صف الصحفيين. شكلت رأي عام نسبيا جيد وممتاز من خلال عملها المهني، لكن كما تعلمين لسنا نحن، أنا شخصيا على الأقل لست راضي عن الأداء، ليس لأن
كنا نتمنى أن يكون أكثر من ذلك، لكن ظروفنا في الأقطار التي نعيش فيها بعض الأقطار لا تعرف العمل النقابي، وبعض الأقطار ظرف الزميل الصحفي النقابي في هذه البلدان بحكم أنه يحمل جواز يمني كما تعلمين، أيضا هذا لوحده يعرضه الكثير من المشاكل من خلال إذا أراد أن يتحرك من قطر إلى آخر لتقديم صورة حقيقية عن ما يجري البلد. بالإجمال النقابة تعمل قدر استطاعتها، زملائنا الموجودين في الخارج قومون بجهد، والذين هم في الداخل للعلم يناضلون، هناك لدينا زملاء قياديين داخل نقابة الصحفيين في صنعاء يعيشون حالة ليست طبيعية، يعني وضع هم أشبه بأسرى حرب، ورغم ذلك يعملون قدر استطاعتهم، ونحن ندعو لهم بالحفظ وأن يحفظهم الله. نعم، إذا لو تحدثنا عن مجلس النقابة أستاذ سعيد، ما هو مصيره وما الدور الذي يقوم به الآن؟ عفوا مجلس النقابة ما هو مصيره أستاذ سعيد، وماذا ما الدور الذي يقوم به؟ نعم، مجلس النقابة الآن في ظل هذا الوضع كما تعلمين الآن ليس هناك خريطة، طبعا نحن عدنا تقريبا 60 سنة إلى الوراء، المجلس الآن مشتت في أكثر مكان، نقيب مطارد وأعضاء مجلس النقابة مطاردين، نجتمع إذا جاز التعبير، هذا التعبير مجازي، نجتمع من خلال أدوات التواصل الاجتماعي من وسائل الاتصال عبر الواتس أو عبر التليفون أو غيرها، نتواصل ونتشاور وننسق جهودنا في هذا الحدود، لا نستطيع أن نتجمع في مكان واحد. مرة واحدة في عمان تمكننا أن نلتقي على هامش اجتماع اتحاد الصحفيين العرب مع وجود الاتحاد الصحفيين الدوليين، التقى معظم قيادة النقابة قبل في شهر تقريبا أبريل الماضي، وعملنا خطة عمل وعاد بعضنا إلى الداخل وبعضنا عاد إلى منفأة، لكن مجلس لا يستطيع أن يجتمع في مكان واحد. أنت كما تعلمين الآن نقابة الصحفيين أختي الآن السلطة الميليشيا أوقفت كل الحقوق المستحقة للنقابة من خلال موازنة الدولة اللي كانت ملزمة الدولة أن تعطيها المنظمات المجتمع المدني، صارت لا تعمل، ليس لديها أي إمكانيات مالية تعمل فيها، ولا يستطيع أحد أن يلتقي إلا من خلال التواصل عبر التليفون أو عبر الواتس، ليس لدينا قدرة على أن نجتمع في مكان إلا إذا تسهلت لنا أمور في قابل الأيام أن نجتمع خارج البلد. أما داخل صنعاء نحن نعتبر أن صنعاء منطقة محتلة، وأي شخص يدخل فيها لن يكون قراره بيده بشكل سليم. نعم، إذا سؤال أخير أستاذ سعيد، هل هناك تنسيق ما بين النقابة وأي من المنظمات الخارجية المعنية من أجل دعم الصحفيين وتأهيلهم، خاصة من تبقوا في البلاد يعني في مناطق النزاع وحمايتهم أيضا؟ يعني أختي آسيا، يعني لازم نعرف أن اليوم صنعاء حركة الطيران متوقفة كما تعلمين، نقل أي دورات تدريبية موقفة، الوضع لا يسمح أن يكون في جو طبيعي في داخل صنعاء. نحن نستطيع نقول أن علاقتنا اليوم أكثر من رائعة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، واستطعنا أن نشكل رأي عام جيد وحشدنا له من خلال مسيرات وفعاليات في العاصمة الفرنسية، وأيضا تواصلنا الدائم مع المنظمات النقابية في المنطقة العربية وأيضا خارج المنطقة العربية، لكن نحاول عندما تستقر أمور، نعرف الآن تقريبا ثلث الصحفيين هم مشردين في الخارج، نحاول من خلال تواصلنا معهم أن نأمن لهم بعض الترتيبات سواء كان في المملكة العربية السعودية أو بعض الأقطار، خاصة في المملكة هم أكثرية الآن، أن تؤمن لهم بعض الحقوق من خلال الأخوة في وزارة الإعلام ورئاسة الوزراء ومن خلال رئاسة الجمهورية، نحاول أن نؤمن لهم جوا طبيعيا يعملون فيه. الذين هم في الداخل هؤلاء أيضا نحاول أن ندخل معهم من خلال اتصالات، كما تعلمين لدينا 11. نعم، أنا ما كنت أعني أستاذ سعيد، نعم أنا ما كنت أعني أننا نجد أيضا أن هناك دورات تقام في عمان وفي تونس وفي بعض البلدان العربية ويخرج لها بعض الصحفيين من الداخل، يعني لو كانت توجه عبركم بعض الدورات الخاصة بالسلامة المهنية وبالتأهيل في مناطق أكيد. النزاع، نعم هذا ما معنيته. أكيد. أما في الداخل أكيد. نعلم الدورات في حال يعني كانت الأوضاع الطبيعية كنا نؤمن، وأعتقد الأخ نبيل كان له دور في هذا الأمر، نعم. وباعتباره كان رئيس دائرة التدريب، نعم. التدريب،
وكان الوضع طبيعي جدا. الآن نحاول نأمن ذلك في حال توفرت الفرص، يعني الفرص مقطوعة إلى حد ما في هذه المرحلة، خاصة الشهور الماضية متوقفة المطار، متوقفة الأمور كلها موقفة، لكن نسعى بالفعل ونحن ملزمين أن نوفر لزملائنا في الداخل فرص قدر استطاعت دورات في خارج البلد إن تسهلت أو داخلها، لكن في ظل الداخل أنا أقول سأقول لك بصراحة رأيي أن لا يمكن أن نسير الوضع طبيعي داخل صنعاء ما دامت الميليشيا مسيطرة. النضال الحقيقي الآن هو إسقاط هذه الميليشيا من داخل صنعاء لكي يتحرر القلم، يتحرر الصحافة، يتحرر الإعلام. أما في هذا الوضع فهو وضع مختل، يجب أولا أن تغيره من خلال أما الدورات التدريبية إذا تسهلت نحن نعد بإذن الله أن نوفرها بقدر صعب. عندنا تواصل مع بعض المنظمات في عمان الآن، ولنا زملائنا أعضاء المجلس الموجودين في الخارج لهم دور يشكرونها في تواصلهم مع هذه المنظمات لتأمين الدورات للزملاء سواء الذين كانوا في الداخل أو الذين هم في الخارج. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد ثابت الوكيل الأول بنقابة الصحفيين، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني بحكم وجودك في سويسرا حيث يقع المقر الرئيس للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، هل وأيضا مجلس حقوق الإنسان، هل هناك إمكانية للتشبيك مع هذه المنظمة بما يضمن إثارة أكبر عدد ممكن يعني من الرأي العام من الانتهاكات التي تحدث والتي ترتكب بحق الصحفيين؟ بالفعل هناك الكثير من اللقاءات التي تمت في هذا السياق مع المفوضية السامية وأيضا المقرر الخاص بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في المفوضية، وأيضا من خلال المؤتمرات والندوات التي عقدت في مجلس حقوق الإنسان. يعني النقابة شاركت بفعالية وقدمت تقريرها السابق كامل للعام الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان وأيضا أمام النادي الصحفي السويسري الذي تنقل عنه جميع وسائل الإعلام، وتحدثت في أكثر من ندوة في هذه القضية، وأيضا قدمت كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من كافة أطراف النزاع في الداخل، وأيضا سجلت العديد من الحالات للقتل الصحفيين بشكل رسمي في هذه ضمن أدوات المفوضية والاستمارات الخاصة بهذا النوع من الانتهاكات. أيضا النقابة الآن تستعد خلال الأسابيع القادمة في دورة سبتمبر إلى عرض تقريرها الحالي على المفوضية السامية وعلى كافة المنظمات العاملة في مجلس حقوق الإنسان والمشاركة في هذه الفعالية، وهي تعتبر أهم فعالية سيكون لها قرار في هذا الجانب. نقابة الصحفيين تواصلت مع الاتحاد الدولي للصحفيين، مع اتحاد الصحفيين العرب، مع كثير من المنظمات المهتمة في هذا الجانب، وقدمت الكثير من ستعرض أيضا قضية المختطفين الصحفيين ونبذة عن حياتهم. هناك تقريبا ثلاث ندوات عن الصحافة والانتهاكات والتواصل والتقارير الدولية والمحلية الخاصة بالانتهاكات، كل ذلك ستقدمه النقابة من خلال أعضائها في هذا المؤتمر. الهدف الرئيسي هو إيصال صوت الصحفيين وأيضا معاناتهم التي تنتهك الميليشيات بشكل بشع. نعم، طيب أستاذ نبيل، يعني هناك مؤسسات إعلامية لا تلتزم مهنيا بحماية وتأهيل كوادرها أيضا في مناطق النزاع وتأمينهم أيضا، هل هناك أي دور للنقابة في مسألة يعني هذه النقاط ومساءلة المؤسسات الإعلامية وتوجيهها أيضا للتنبه لمثل هذا الأمر؟ أولا كان للنقابة دور مهم في هذا الجانب، لقد أنشأت مكتبا خاصا في سلامة المهنية كان في صنعاء ولديه فرع في عدن، نفذت العشرات من الدورات في هذا السياق، أعتقد أنها دربت من قرابة 300 صحفي حول السلامة المهنية وفق، وأيضا دربت مدربين متخصصين في السلامة المهنية قدموا الكثير من خبراتهم للصحفيين اليمنيين في صنعاء وفي عدن وفي المقلة وفي تعز وأيضا في كثير من المحافظات وأيضا في الحديدة حول مبادئ السلامة المهنية. أيضا للأسف الشديد نجد أن الوسائل الإعلامية وخاصة التي تنقل الأحداث من في خلال هذه الفترة تفتقد للكثير من
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى. كان يتحدث عن بعض الوسائل الإعلامية التي تفتقر لأسس السلامة المهنية التي يفترض أن تزود بها مراسليها في مناطق النزاع. إلى هنا مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أشكر ضيوفي الأستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس النقابة من سويسرا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك، وكذلك الأستاذ عبد العزيز المجيدي عبر الهاتف من القاهرة، والأستاذ سعيد ثابت الوكيل الأول بنقابة الصحفيين من الدوحة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.